avoid any confrontation with the enemy. He'll forget his evil ways and learn to love us. دلوقتي احنا في شهر 2، في شهر 4 الجاي يوم 14/4 بالظبط هنتم سنة على اول حلقة من الجزء الثامن من جيم اوف ثرونز ابتدت، ولحد دلوقتي مفيش حد راضي عن النهاية. ولو انت مثلا دخلت على الفيديو دلوقتي وبتقول انت خلاص فضل عدت سنة وانت لسه بتتكلم عن جيم اوف ثرونز، انت اكيد ما بتفتحش الجروبات او الصفحات اللي بتتكلم عن جيم اوف ثرونز لحد دلوقتي لسه بيتكلموا، وفي ناس كتير مش راضي عن النهاية زيي، وفي ناس بتقول النهاية حلوة وشخصية استحقت اللي حصل لها. فانا في الفيديو ده اولا عشان انا مش راضي عن النهاية وعايز اتكلم لاخر مرة بتكلم عن جيم اوف ثرونز خالص واللي حصل فيه ده سبب. السبب التاني اني انا ما عملتش اساسا مراجعة الحلقة الاخيرة لجيم اوف ثرونز واللي حصل، كارثه اللي حصلت في نهايه الموسم والحاجات اللي سابوها مفتوحه كده او اتعاملت بغير منطقيه خالص. فانت لو شخص مش عجبك النهايه زي فممكن تكمل الفيديو، ولو شخص النهايه عجبك كمل الفيديو برضو، الكلام ممكن اقنعك في الاخر. دي حاجه، غير ان الفيديو هيبقى طويل شويه، فلو بتعمل حاجه او كده ممكن تحط السماعه في ودنك وتشغل الفيديو وتعمل اي حاجه ثانيه. انا مش هحط مقاطع فيديو او حاجه، بس كله كلام كده ريكورد متسجل، اسمع بس للاخر وان شاء الله الفيديو يعجبك. ورايي اعتقد ناس كتير هتتفق معاه، لان هكلمك بالمنطق شويه بس عشان نقفل موضوع جيم اوف ثرونز خالص ما نتكلمش فيه تاني وفي القرف اللي حصل في اخر الحلقه. فنبتدي في الفيديو على طول، نمسك الموسم الثامن كده تفصيل ماشي، والحاجات اللي حصلت اللي انت لما تقعد بقى بعد ما خلصت الموسم او خلصت الحلقه وقت ما كنت بتشوفها وتقعد تفكر فيها صح ماشي، تحس تعرف ان في حاجات غلط. بس احنا مش هنمسك من الحلقه الاولى والثانيه، دول هنسيبهم لان هم ما فهمش احداث. الاحداث في الحلقه الثالثه، الحلقه الثالثه اللي كانت اتقال عليها كلام ان احسن حلقه في التاريخ، احسن معركه في المعارك اتعملت، حتى المعركه بتاعه لورد اوف ذا رينج مش هتقرب لها من كتر ما هي عظيمه، هتبقى احسن منها. طبعا الكلام ده ما حصلش. اول حاجه الحلقه ضلمه، ده الناس كلها عارفاه، فالحلقه ضلمه لازم تعلي الضوء على الاخر وتحمل النسخه النظيفه، تحمل يعني جوده عاليه جدا ماشي، عشان تبقى تتفرج كده وانت عينك مستريحه، ما تقعدش يعني تضغط على عينيك كده وتحاول تشوف الصوره كويس. فدي حاجه الناس قالتها. الحاجه بقى الثانيه، سانسا لما بينزلوا السراديب تحت واللي هي لسه برده بعد كل اللي شفته فوق ده، كانها دانيرس يعني انت فوق شفتي دانيرس بتحارب، شفتي دانيرس بجيوشها وتنانينها، ان انتوا من غيرها مالكمش لازمه. فانتوا لحد الحلقه الرابعه لما راحت قالت لتيريون على الحقيقة جون سنو، هو سالها السؤال انت ليه بتكرهيها؟ ما قالتش سبب، قالتش سبب معين يقنعني. الست ما بينتش اي شيء وحش ليكي او دخلت فيكي شمال زي ما بيقولوا عشان تكرهيها، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه عملتها عشان تكرهيها الكره ده. فهل انتوا مثلا بتورونا ان سانسا ذكيه جدا لدرجه ان هي قدرت بذكائها وعبقريتها وفطنتها واللي حصل لها وهي صغيره خلاها تبقى ذكيه جدا ان هي تتوقع ان دانيرس هتتجنن؟ انا متاكد ان انتوا ما فكرتوش كده، ومتاكد ان الاسباب اللي خليته تتجننوا بيها دانيرس غلط، وانا هتكلم في الموضوع العوامل اللي خلت دانيرس تتجنن هتكلم عليها تفصيلا كده في الفيديو ده عشان برضو نفكر كده صح ونشغل دماغنا، مش كل اللي بيتعرض نقبله كده خلاص عشان ده اخر موسم واعظم موسم في المسلسل. لا، الحاجه الثانيه ميليساندرا اللي جايه من ناحيه الوايت ووكرز، يعني ميليساندرا ازاي جايه من ناحيه الوايت ووكرز؟ يعني ازاي هم جايين علينا وانت جيتي من نفس الناحيه اللي هم جايين فيها؟ لا، وانت سبتي بعد الحته دي، بعد ما ولعتي السيوف بتاع الدوثراكي دخلتي ما دورتيش على جون سنو ولا على دانيرس اللي انت رحت لهم وقلتي ان جون سنو هو امير الموعود، وقلتي ورحت لدانيرس وقلت لها انت ليكي دور في الحرب دي، وكنت متنبئ ان جون سنو هو امير الموعود عشان الاله رجعه. تمام يا معلم، طب ما رحت لهمش ليه؟ رحت دخلتي شفت اريا بصيت لها كده قلت لا صح صح واضح ان اريا دي فيها حاجه، ونفكنا بقى من جون سنو ودانيرس ما لهمش تأثير لازمه، جون سنو مش تأثير لازمه خالص، ما ندورش عليه، نخش الاريا، اريا نجيبها وهي بتهرب في المكتبه بتاعت وينترفيل ومرعوبه، مرعوبه قمه الرعب، فخمس او 15 ديد مان بيجروا وراها وهي مرعوبه على نفسها، يعني حقها انها تترعب ماشي. عرفت تهرب منهم وجه بيريك دانداريون ده وينقذها، يعني بيريك كان عايش كل السنين دي وبيرجع كل المرات دي عشان ينقذها بس. فيعني تويست غريب قوي ان انتوا بتعيشوا كده عشان بس ينقذ اريا عشان هي هتموت النايت كينج. يعني حاجه تفصل، حاجه يعني دماغك تعمل ايرور، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اساسا بيريك مات في الروايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى لما اريا تخش تقابل ميليساندرا تبص لها كده وتقول لها انت هتقتلي، تفكرها بالكلام اللي هي قالته لها ان هي هتقتل عيون زرقاء وعيون بني وعيون خضراء، فتفتكر بقى الكلام اللي قالته وقشطه لا صح انت صح، تقول كده في نفسها انت صح، تقول لميليساندرا انت صح النايت كينج يعني زرقاء، طب انت عرفت النايت كينج يعني زرقاء منين؟ معلش يعني انت كنت واقفه بعيد وانت بتحارب الوايت ووكرز، ولما الوايت ووكرز جم عليكي او الديد مان
عشان ما يبصيليش في عينيهم ما ركزتيش غير ان الدين مان مش كل يعني في عيون زرقاء بس انت عرفت منين ان النايت كينج يعني زرقاء انت ما شفتهوش شخصيا فايه اللي خلى الفكره دي تجيلك فالفكره دي كانت في دماغي ان هو ما شفتيش النايت كينج ما شفتيش عينيه يعني الوايت ووكرز عيني زرقاء بس انت هل انت متاكده ان النايت كينج يعني زرقاء ولا هو اي كلام وخلاص دي حاجه ف وبعد راحت وعملت اللي عملته هنتكلم عليه برضه فده حاجه الحاجه الثانيه بقى في الموسم السابع جابوا نايميريا ماشي جابوا نايميريا وقالوا ان هي يعني ظهورها ده هيبقى ليه اكيد ظهور في المعركه النهائيه طب يا معلم المعركه خلصت وما شفناش نايميريا الفكره اللي هي ظهرت ليه ظهرتولي نايميريا ليه بدل ما استفدناش بيها خالص في المعركه دي وكان هيبقى ليها ظهور حلو ده برضو حاجه مش عارف لها اجابه جوست اللي دخل مع الدثراكي وهم بيهجموا وجورا مومرت كان معاهم دخل معاهم المعركه كل اللي دخل مات بقى معركه ووكرز اللي جوست ما شاء الله عليه دخل ودنه بس للارض وتخربش له كمان خربوش مش كره الجوست انا جوست بحبه جوست كان المفروض يبقى زي التنانين لجون سنو معاه كده في كل حته بس لا هم ما عملوش كده وكان بيظهر كل فين وفين انا جوست بحبه بس انت دخلتوه المعركه وخرج ازاي خرج معرفناش ماشي وممكن حد يقول انت مات بتدور على اخطاء لا بس انتوا كنتوا بتعملوا كل موسم يعني كل سنه بتنزلوا موسم وكان الموسم بيبقى حلو كان اغلبيه الموسم معظمه حلو ماشي فانك تاخد سنتين عشان تنزل الموسم التامن ويبقى فيه كميه الاخطاء دي طب ازاي يعني ما انتوا كنت سنه واحده بتنزلوا اجزاء جديده اشمعنى دي اللي خدتوا سنتين يعني مده اكبر ووعاكم انتاج اكبر طلعتوا النتيجة النهائية دي ليه وحشة كانت على سانسيا تاني وهي مستخبية لما الوكرز صحيوا او الميتين صحيوا في السراديب مستخبية هي وتيريون معاكي سلاح او اديتهولك كان ممكن تساعدي بيه الناس ما ساعدتيش بيه اي حد تيجي بقى تروح للناحية التانية وتبص لدانيال اسلام هو قعد من على التنين نزلت ومسكت سيف وحربت دانيال اسلام في حياتها مسكتش سيف ماشي فكانت حلوة اللي انت تشوفها ما استسلمتش للموت وخايفة كده كانت حربت وبعد ما جه جرامو موت وينقذها وقفت وحربت معاه اللي هو انا مش هقف بس عشان جميلة هحارب معاك كان حلو ان هي مش بس ملكة معاها تنانين لا برضه حاربت ان ما استسلمتش للموت اللي هو الموت جاي عليا بس اللي هو حارب لحد الموت الفكره دي حلوه انك ما تستسلمش للموت اللي جاي يعني في معركه زي دي فدي كان شيء حلو ماشي في ناس طبعا الناس بتكره دانيريس وانا بتكلم في الموضوع ده بعد اللي عملته في الاخر بس هنتكلم في الموضوع ده برضه فانا بتكلم في الفتره دي دانيريس كانت حلوه ماشي دي حاجه خلاص بقى نخلص ونخش بقى على اريا واللي عملته والهجوم الغريب زي ما قلت كانت خايفه من 15 وايت ووكر ومرعوبه او ديد مان ماشي من الميتين العاديين بعد ما نايت كينج هيروح يموت برانت هي داخله وتعدي من كل الوايت ووكرز دول يعني انت النايت كينج محاوطهم محاوط بران ومحاوط نفسه بكل دول عشان مفيش اي حد يتدخل تمام طب انت ازاي بقى تعدي منهم بسهوله كده يعني مش ممكن العدد كبير ازاي محدش شايفك ناس تقول لي اريا متدربه تمام يا معلم هنقول عديناها عدوا منهم كل النطه اللي نطتها النطه الفظيعه دي يعني نطه اولمبيات مش ممكن نطه مش طبيعيه تمام يا معلم بعد كل اللي انت عملتيه ده والسرعه وانك عديت من كل الوايت ووكرز دول كلهم ونطيت النطه دي رد فعل النايت كينج كان اسرع منك ومسك فبعد كل الشوطات دي النايت كينج كان اسرع منك وعنده رد فعل احسن من كل اللي انت فيه ده فبعد ما مسك وسريع الراجل ما توقعش او الكائن اللي هو النايت كينج ما توقعش نقله الخنجر من ايده من ايدك اللي فوق لايدك اللي تحت كانش سريع كفايه يعني كانش عنده لمحه بعد كل السنين اللي عاشها دي وكل الناس اللي موتهم وكل الحاجات اللي دخلها مع الجيش بتاعه موت وخد الناس دي معاهم ما توقعش حركه السيف دي اسكنت منه في الحركه دي فلما تيجي تفكرها يمين شمال تجيبها فوق تحت مفيش يعني حاجه مقنعه ان هي يموت بالطريقه الغبيه دي فتتخلص لارك النايت كينج عشان ايه بقى عشان سيرسي والثرون او العرش اهم من معركه الحياه او الموت يعني ده لوحده يخليك تشتم شتايم ما ينفعش اقولها في الفيديو ده ما ينفعش اقولها في اي فيديو اساسا يعني فان انت اهتميت لي بالعرش اكتر من الحياه او الموت اساسا انتوا بداتوا المسلسل خالص بالوايت ووكر من اول لقطه خالص زي في الروايه بداتوا بالوايت ووكر واللي فيه خطر تاني واهم من العرش والصراع عليه خلصتوه بسرعه عشان تكملوا الصراع على العرش يعني ده حاجه تجيب لك الضغط نخش بقى في الحلقه اللي بعدها كده في السريع كده هنجيب الحاجات المهمه زي ما قلت المشهد لما نورس نقول لاخواته على حقيقته المشهد ده قطعتوه كنت عايزين نشوف رد فعلهم ده شيء مهم جدا انك توريني مشهد زي ده بناس كتيره ما عرفت حقيقه نورس عايزين نشوف رد فعل اخواته انت قصيته مشهد ملوش تاكل لازمه خالص مشهد عادي بس مش هيترين هو عمال يشرب لي في الواين او الخمره مهمه جدا يعني اوف الحاجه الثانيه ان سانسا يعني ما لحقتش تحفظ السر ثانيه واحده كملتش يوم كملتش كام ساعه راحت قالت لتيريون على طول على حقيقته يعني فده يوريك قد ايه نيد ستارك كان راجل عظيم ان هو قدر يحفظ السر 20 سنه ومالوش لحد ماشي سانسا عرفت على طول راحت
قامت راحت قايلاه. دي برضه من الحاجات الغريبه اللي برضه زي ما قلت ما قالتش هي كارهه دانيرس ليه وخلاص كده، ما عرفناش هي كانت كارهه دانيرس ليه لحد ما اتجننت بقى. فده شيء. الشيء بقى التاني اللي هو عامل تاني من عوامل جنون دانيرس، اللي طبعا الناس بتقول ان ده عامل منطقي، بس انا شايف ان انتوا عملتوه عشان تجننوها ده غير منطقي. هقول لك ليه. ان اولا التنين اللي طايرين فوق دول لما ريجر اتقتل هم طايرين على ارتفاع عالي، ماشي؟ ازاي ما شافوش من ورا الصخره كل السفن دي؟ اصل هي مش سفينه مثلا ولازقه قوي في الحيطه كده واقفه بزاويه ما تتشافش، هتتشاف برضه تمام لو لازقه هتتشاف. دي كذا سفينه وكبيره، مش سفينه صغيره كده مركب صغير، سفينه كبيره ما تشافوش، سبحان الله. فتلات اسهم انضربوا ما شاء الله عليه، يعني يورون جري جوي يعني قناص جاب لك السهم. تلات اسهم جم في ريكورد موتوه ما شاء الله، تمام. تلات اسهم جم موتوه. خليك معايا بقى كده مركز. المشهد بعد ما طبعا مدرس شافت ابن من او عيل من عيالها بيموت، تمام يعني، فده حاجه. فلما تيجي تهجم بالتنين بتاعها بقى ريجر ويتضرب عليه فوق الخمس او الست سبع اسهم، مفيش ولا سهم يجي فيه، وريجر طاير عليهم مباشر يعني بيقرب، يعني انت ممكن تجيبه، مفيش ولا سهم جه. طب ازاي بقى؟ فده شيء مش منطقي، ده شيء مش صح. ولو ما دام سبت ثلاثه وهو مش واخد باله زي ما يكون واخد باله وطاير عليك بارتفاع يعني ثابت كده، طاير عليك بطريقه ثابته هتقدر تجيبه. لا انت ما جبتوش يا معلم انت، لا ازاي؟ طيب طب فهمني. فده شيء غير منطقي، ده عامل اول من عامل جنون دانيرس، ده غير منطقي. الشيء الثاني، الاسهم دي ضربت تاني بقى على السفن بتاعه دانيرس ودمرت سفن كتير، ومنهم السفينه كانت فيها ابن ساندي، وجاي وهم بيقول لها روحي استخبي او روحي مركب المراكب الثانيه اللي هي مركب الصغار دي اللي بتهرب، تمام، عشان ما يحصل لكيش حاجه. فهي راحت وما جابوهاش، خلاص راحت فين؟ فمحدش عارف راحت فين دلوقتي، في انهي مركب من المراكب، او المركب دي كانت انهي حته، في قدام ولا ورا ولا في النص ولا في انهي داهيه، محدش عارف، تمام. فانت رحت تمام ورميت الاسهم وقعت السفن، وفي الناس اللي حاولت بتهرب من الاسهم دي تيريون وفارس. انت كواحد رايح تجيب غنايم او رايح تجيب ناس او رايح تجيب رهائن، انت عارف تيريون وعارف فارس وعارف تيريون عمل ايه وفارس عمل ايه لسيرسي، فانت ممكن تجيبهم في الميه. انت ما جبتهمش ودول هربوا ما شاء الله عليهم. وميساندي اللي انت اولا ما شفتهاش غير في الاجتماع لما جابوا لك الوايت ووكرز، تمام، او الميت اللي جابوه راحوا من كينز لاندينج، تمام، ما شفتهاش غير واقفه جنب دانيريس وما تعرفش مين دي اساسا، مش كاتبه حاجه على سترها يعني مثلا هي صديقه دانيريس العزيزه، لا انت ما شفتها ومشيت وما كملتش. وهي سيرسي ما شفتهاش غير مره واحده وما تعرفش، لا عرفتها وجبتها في وسط كل السفن دي وكملت يا معلم وعديت كده وخدتها معاك، ويعني ما جبتش تيريون وفارس وعرفت تجيب دي وانت ما شفتهاش اساسا. طب ازاي قمت موتينها؟ فانتوا عرفتوا منها منين؟ جبتوها منين؟ في وسط السفن، في وسط الحطام ده كله، في وسط الناس اللي نطت. ما ممكن تكون ميساندي نطت، انت تعرف؟ هل انت شفت ميساندي حصل لها حاجه بعد ما نطت في الميه؟ ما شفتش حاجه، تمام؟ هل انت شفت ميساندي ايه اللي حصل لها بعد ما جري وورم قال لها روح استخبي؟ ما عرفتش ايه اللي حصل لها، فانت مش عارف ايه اللي حصل لها بعد كده، نطت ولا استخبت ولا حصل لها ايه؟ مش عارف. فدي حاجه من عوامل جنون دانيرس الغريبه اللي مش منطقيه زي ما قلت. نيجي بقى على حرق او يعني حرق كينز لاندينج، تمام. طبعا الموضوع ان تيريون يروح يكلم اخته كده ده كان غباوه جدا، ان هو بعد كل ده فاكر ان هي ممكن تروح تساعده. يعني شيء كمان نسيت اقوله، ان جيمي لانستر قتل الملك المجنون عشان كان عايز يموت اطفال، بيموت ناس ما لهمش ذنب، عواجيز وستات واطفال، قبل على نفسه يتقال عليه قاتل الملك عشان بس مش عايز الناس دي تموت. فهنا هو شخص هي في العمل ده يعتبر صح شويه، لان الملك المجنون كان اللي عمله ده غلط، فاللي عمله ده صح. فلما تيجي بعد كده تيريون لما كان مقبوض عليه وهربه قال له عشان تركز يعني الناس دول وتحميهم وكده، قال لك انا ما يفرقش معايا اي حد، ما يهمنيش غير سيرسي. طب انت مش كانوا بيفرقوا معاك لما موت الملك المجنون؟ دلوقتي ايه اللي حصل لهم؟ يعني ما بقوش نفس الناس مثلا ولا كانوا ايه اللي حصل؟ يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه هي مش سيرسي دي برضو اللي كانت من الحلقه اللي فاتت بالظبط او من كام يوم كام اسبوع يعني، بعت برون عشان يموتك انت واخوك ليه كده؟ يعني انت لا مؤاخذه خروف بالنسبه لها، انه بعد كل ده برضو انت بترجع لها، يعني بعيدا عن علاقتكم المقززه، هل انت مش قادر تميز؟ مش كان هتموتك من كام من شويه؟ ما تعرفش ايه اللي حصل لجيم، كل التطور الشخصي اللي كان بيتعمل ويتمهد له اتلغى كده في لحظه واحده عشان الحب بتاعه، تمام؟ فشيء مش منطقي خالص. كل اللي حصل لجيم احنا والشخصيه دي ناس كتير قالت ان هو ممكن هو اللي يموتها، لا ما في موتهاش. فدي حاجه. يعني نرجع بقى زي ما قلت ليه دانيرس وهي بتحرق الكينز لاندينج. اول حاجه طبعا الناس ما لهمش ذنب وكده وكل حاجه، بس انا هتكلم معاك من حته كده اول الموسم الحلقه التاسعه لما كانوا بيهتفوا لنيد ستارك عشان يديله رقبته. جوفري قال لك هنموت نيد ستارك وهنقطع رقبته، الناس هتفت وان هو المفروض ده صح وقطع رقبته ومش عارف ايه، وكانوا يعني بيهتفوا للموضوع ده. مش هم دول نفس الناس اللي هتفوا ان يعني نيد ستارك يقتل ما عملش اي حاجه؟ مش هم دول نفس الناس اللي حاولوا يغتصبوا سانسا ويموتوا جوفري؟ انا مش فارق معايا جوفري، بس في الحلقه من حلقات الموسم الثاني
اعتقد او التالت لما تيريون ضرب جوفري على وشه تاني وكان هيختصب سانسا لولا ان الهاوند راح جابها. مش دول برضو نفس الناس؟ مش هم دول نفس الناس اللي كانوا بيضربوا سيرسي بالطوب كده لما كانت ماشيه في المشيه بتاعت شيم دي؟ يعني انا مش قصدي حاجه، مش فارقين معايا، فهم عالم مش مظبوطه ان هم بيطلعوا وينزلوا في ارائهم مش ثابتين. انا ما ببررش ان ده قتلهم، بس برضو ما الناس اللي محموقه لهم قوي دول، يعني دي حاجه. زي ما قلت عوامل جنود دانيرس كانت غير منطقيه زي ما قلت، فاللي عملته ده خلاها تتجنن. ما مش انا ما حاسس ان هو اعتقد في روايه لو اتجننت مش هتتجنن بالطريقه دي. اوكي انا مش فارق معايا ان جون سنو ودانيرس اتجوزوا خالص، ده برضو العلاقه بتاعتهم كجون ودانيرس حلوه، بس لو مش عمه وعمته كانت تبقى طبعا حلوه بالنسبه لي. بس في الاخر عمه وعمته فيتجوزوا تارجيريانز عادي، بس جون سنو تارجيريان بس يتربى كستارك، فان يتجوزوا ده طبعا نهايه تقليديه جدا ومش حلوه. بس العلاقه بتاعتهم بوظتوها، يعني انت لما تيجي تبص دانيرس ضحت كتير عشان جون سنو، ضحت كتير جدا عشان جون سنو. انا شايف ان دانيرس اكتر شخص ضحى عشان جون سنو بعد نيد ستارك، تمام، ان هو فضل يعني بيقول للناس ان هو مش شريف وكده ووصمه عار في تاريخه ماشي، بس عشان جون سنو والقسم الاقسام الاخرى. فدانيرس ونيد ستارك اكتر ناس ضحى عشان جون سنو، فتيجي تموتها كده يعني اللي زي ما قلت مش حلو. ليه تموتها؟ اقصد احسن مش الشخصيات الحلوه ماشي. فزي ما قلت الفكره كانت مش حلوه ان هو موت دانيرس. وانا عن نفسي جون سنو الله العظيم ثلاثه لو كان واجه نايت كينج في معركه، هما الاثنين واجهوا بعض معركه طاحنه، جون سنو موت النايت كينج، والنايت كينج مثلا السيف بتاعه ده جرح بيه جون سنو، فكون السيف ده ملوث او في حاجه تموت جون سنو بالبطيء ما عنديش اي مشكله، بس هو يكون عمل شيء حلو بعد ما رجع من الموت. استفدنا بشخصيه جون سنو بعد ما رجع من الموت، ما عملش اي حاجه غير انه راح قلل دانيرس مثلا ورجع وينترفيل. طب برضه لازم كل شيء تاني، ما هو ممكن ناس كتير تعمل كده، بس جون سنو كان ليه سبب تاني انه المفروض يرجع، فانه لا بقى ملك. يعني انا لما جيت اتفرج على الموسم الاخير خالص كنت حاطط كام شيء في دماغي ان هو يعني كام حاجه كده المفروض تحصل، ان جون سنو يموت النايت كينج، او جون سنو يواجه النايت كينج، او جون سنو ده دانيرس يخلفه تمام، او جون سنو يبقى الملك، او جون سنو يموت. مفيش اي حاجه من الخمس حاجات دي حصل خالص، فده شخصيه جون سنو اتظلمت تمام. زي ما قلت لو كان مات بعد ما موت النايت كينج انا مفيش اي مشكله معايا يا معلم، زي الفل خلاص، الراجل مش عايز يبقى ملك، مع انه احسن واحد يحكم. لو هنقول زي ما تيريون قال يعني لو مين عنده قصه غير بران المشلول، مين احسن واحد؟ لا جون سنو عنده احسن قصه، جون سنو عنده احسن قصه في المسلسل كله تقدر لو هنقول على القصص. فما تجيش تقول لي ان بران هو اللي يحكم، بران مين اللي يحكم؟ بران المسلسل ده شيله كده من المسلسل ملوش لازمه خالص. يعني ايه لما تيجي تفكر بعد ما وصلنا للنهايه يعني هو عمل ايه؟ ايه اللي اضافه للشخصيات في المسلسل؟ ولا اي حاجه خالص، ملوش 30 لازمه. فطبعا جون سنو ظلم. فلما تيجي تشوف المشهد ان لما جون سنو بيركع لبران ويقول له سيد الملك، يعني قمه غل كده جواك وقمه عصبيه لما اشوف شخص عظيم زي جون سنو تمام بيركع لعيل ملوش 30 لازمه زي بران، فلا في حاجه غلط. انا الروايه اكيد يعني النهايه ممكن تكون متشابهه، بس اكيد بران هيعمل حاجه، دانيرس ممكن ما يعني لو هتتجنن بشكل منطقي شويه، جون سنو يعني ياخد حقه شويه، الراجل مولود ملك بس عاش حياه الشخص النغل او الشخص المنبوذ البلاك شيب في العيله، فبس هو ملك، تصرفات ملك، كل اللي عمله تصرفات ملك، فكان المفروض هو اللي يحكم. بس هي تقول لك انها تقليديه ماشي يا معلم، زي ما قلت لو كان كان بقى احسن، لو كان جون سنو دانيس خلفه والتارجيريانز ما خلصوش زي كده، يعني خلاص كده جون سنو هو الوحيد اللي عايش، والدروجون هو كتنين، هو التنين الوحيد اللي موجود، والتنانين ما ينفعش يركبها اي حد غير التارجيريانز. فايه اللي حصل ليه دروجون؟ ايه اللي هيحصل له؟ انت مش عارف اللي هيحصل له، يعني مفيش تارجيريانز تاني، مفيش حد يقدر يركب تنين غير التارجيريانز، فدروجون ده هيحصل له ايه؟ والتنين مش عمرها مثلا 15 سنه مثلا وبتموت، لا باليريان المرعب اللي هو دخل بيه ايجون تارجيريان كينز لاندنج وخدها كان عنده فوق ال 150 سنه، فلو فرضنا ان دروجون هيعيش 150 سنه، هيعيش 150 سنه لوحده، 150 سنه من غير اي راكب ليه، هل جورج ار مارتن ممكن يعمل عالم عظيم زي ده وما يقفلش كل حاجه قفله صح؟ يقفلش لكل شخصيه قفلتها المناسبه بعد كل الكتب دي وبعد كل المواسم دي، يدي كل شخصيه حقها؟ مش عارف. طبعا انا اتكلمت كتير وفي كلام كتير والله العظيم اكتر لسه عايز اقوله، بس الفيديو طول قوي وانا مش عايز الناس تيجي تقفل الفيديو في النص يعني وما تسمعش، لان انا الكلام ده عايز ناس كتير تسمعه. يعني لو وصلت لاخر الفيديو ده يبقى كتر خيرك انك وصلت لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. كان معاكم محمد ايهاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.